كان قدران النار في مبنى تقتله القوات العمومية والجبال، كان منع ديال البومبي باش يوصلوا النار، كان الناس ينقزوا عند البوليس يطحوا النار الاخر، وكان تخريب الممتلكات العامه الخاصه. هذا فعلوا جرائم قانونيه. انا ما تقولش شنو الناس داروا، لا انا حنا متبعين المحاكمه ديال الريف والمجلس الوطني خصص حافله ومشي بخصاصه ومشي بالصلاحيه ديالو باش ينقذ العائله ديال المعتقلين اللي كيعيشوا هشاشه باش يجيو حتى الدار البيضاء. وكنواكبوا معاهم السياره وكنجيبوا لهم الاطباء وكنحلوا المشاكل داخل المؤسسه السجنيه وفكينا شحال من اضراب داروا بمعنى ديري ان كومبانيومون اون بيت دو سا عندنا لجنه اللي هي تدير الملاحظه ديال المحاكمه منذ ولادتها الى يوم امس ومتبعين داكشي بالتفاصيل بالدقائق. وعندنا الجرأة والشجاعة نديرو التقرير ديالنا، ولا كانت محاكمة عادلة غنقولوها، ولا كانت محاكمة عادلة جزئيا غنقولوها، ولا كانت محاكمة انتفت فيها إجراء المحاكمة العادلة غنقولوها. فيما يتعلق ب تحنمو المداهمة والاعتقال والسعي على المصلى والسي بوكر الجميع، السي بوكر الجميع مالو؟ جرى عيشة أول الليل، باش تمشي جرى عيشة أول الليل، من في يخرج دوسيلو دار تقرير ديال هيومان شي جاي جديد حيد لي الباسبور عاد مسلمين يستفيدوا من صلاحي الوقت في قضيه معروضه على محكمه الكرم بسنه مقروض ما بروش وغير ما بقاوش تحلموا لم يثبت هاد الكلمه تحلموا ما كاينش لان عبد ربي انتقل مباشره بعد وفاه فكري وانتقل من الفرضيه التاليه ان وفاه محسن فكري نتيجة لخلل ما أو لاختلالات متعددة خصنا نديرو يدينا عليها من بعد القضايا راه كانت خدام في البيت شغل هذاك الدس لا قولي بأنه كان دس عمدا من كانت الناس حرفاج وجبات خدمية ما تيوقع هادشي قولي دس عمدا إذا أنت في عنصر العمد تقولي أنا لم أتحدث في بيت بوشري بوشري معروض على المحكمة يستفيد من دفاعي ويشتت على الدفاع ديالو حنا متبعين الاجراءات ديال المحكمه وممكن تنتهي المحكمه ونعطيو الراي ديالنا فيها ولكن حتى واحد يقول لي 20 بوليس كاين هذا القانون الصالح الجنائي القانون الصالح الجنائي تيحدد شحال ديال البوليس خصو يجي هذا تدبير امني تحت اشراف النيابه العامه وهاد الناس جاو المقابله صحفيه فيها 80 صحفي جوج البوليس وقع شي حاجه قلت له وقع شي حاجه تما قول لي ولن اسمع لي بهذا قط وقطعا ضربوه عبد الحق هانوه هرسوا ليه بايسر دوا الوثائق وتمي لي تلفوها قول لي جي شري ولا تمي لي دوني واش تلف قانون شحال ما حدا كيجي قول لي واش تهانت الحقوق ديالو اثناء اعتقالي علاش عنكم علاش ما مشاش للتحقيق التحقيق هو اختياري وليس باجباري في مثل هذه القضايا وهو إجبال في قضية القتل. شو جميل. طول حقا ممكن يحيك مباشرة. أنا إلا افترضت أنني ما عنديش غموض في القضية. وعندي وسائل الإثبات والأدلة، علاش خصها تقدر تتحقق؟ خصها تقدر تتحقق لأن خصها يكون تحت معلومات. خصها يجي ربما استماع لشهود، ربما عرض أدلة جديدة، ربما 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 استمر في البحث أمام قضية التحقيق. مش وراء. هل كلمة في البنك الشعبي بحسيمة ما حسبش فيهم قضية التحقيق واستمع للشهود بما فيهم واحد الحارس اللي تيكون قدام البنك واعتمدوا على دوك الكاميرات اللي تيكونوا قدام البنك الشعبي زعما كيزعموا شنو زعما وحسن ودات خبرة على الكاميرات ودات خبرة عليهم هما لدوبسي وقضية التحقيق كاين العائلة ديالهم مشات طعنات الدفاع ديالو طعن انتوما زعما احسن دفاع اكثر من الدفاع اللي عنده ما بقاش عاوتاني نخبطوا في الامور تدخل الامور واضحه واضحه لان ما بقاش دائما كنطلقوا بان الدوله ما مزياناش هاد الدوله سيدي كدير شي حوايج مزيان وكدير شي حوايج خايبين ولكن ماشي كلشي خايب هادي ما كنقبلهاش واش اليوم هاد الفضاء الحريه اللي كنهضر عليه هو اللي كان مزيان اللي كنستري فيه تخرجوا من هنا طياره مع الدوره قول لي اليوم واش في المغرب منذ 2011 سمعتي حاله اختفاء وحده 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 وحده
قول لي هاد الناس اللي كيتحاربوا مع الارهاب منذ 2011 في محكمه الاستئناف جا شي واحد قال انا كنت معتقل غير نظامي جعتني حاله. قول لي شي واحد جا قال انا تجوزت الحياه صنابري حقي واحد كم انا كنت نعرفش الحقائق راه زعما كنت ترتفعي هذا بدل تبقيت المدار الصاعده او الناشئه في الوجهه الديمقراطيه هذا خط في صلاحي تخرجي مرات يوقف مرات يزيد مرات يكون فيه جد مرات فيه كذا حسب موازين القوى حسب الظروف حسب الشروط واللي كيهمنا يجي كل واحد نخرجوا في هذه المسيره باش هذا البلد يكون ماشي اللي جالس لي في ليبيا ولا كذا احنا عندنا طموح يكون هذا البلد فيه واحد الديمقراطيه شبيهة بالديمقراطيات الموجودة في دول شمال البحر المتوسط في الضفة الأخرى هذا هو الطموح ديالنا وش راه بينا راه بينا هنا بالشعب ديالنا والحزب ديالنا والنقابة ديالنا والجمعيات ديالنا وبالفاعلين المجتمعيين وبمثل الفئة الاقتصادية باش يمكن لنا هذه المسيرة نزيدو بها لقدام سي تو تافرنا ما غاتكون من المشاكل واش نتو التجاوزات ما تكونش غاتكون طبيعي تكون تجاوزات الغير الطبيعي ان لا يتم التصدي للتجاوز الغير الطبيعي لا تتم معالجه الاختلالات حتى الدول الديمقراطيه العريقه راه فيها قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا